مدينة تلبيسي 1/9/2012. مدينة تلبيسي استقبلت الشهر التاسع بأحد براميل الساقطة من إحدى الطيران المروحي، مما أدى إلى تدمير أكثر من 10 منازل بقرب بعض. هذه هي إصلاحات الأسد، وها هي منازل السكان تصبح مفتوحة على الشوارع. حسبنا الله ونعم الوكيل. علما أن هذه المنازل كان يطلبها بعض السكان، مما أدى إلى تدميرها وتهجير الأهالي، وهذا ما يحل لهذه المنازل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة تلبيسي تتعرض لأشرس حملة همجية من قوات الأسد منذ أكثر من 90 يوم على التوالي، والعالم بأسره صامت على هذه المجازر. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه بعض الأهالي تحاول لملمة ما تبقى من أساسهم الداخلي أو من ما يريدون أن يضعوه على أنفسهم، وهذا حالنا في هذه المدينة. ولكننا صامدون يا بشار الأسد، صامدون. والشهادة أو النصر. تلبيسي 1/9/2012.